Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ihtiratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-Imam Muhyiddin Yahya ibn Sharaf ibn Mira ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam al-Hizam an-Nawawi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi mashayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i al-arba'in wa sa'id musannafatihi wa shurahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu 'azza wa jalla al-hadith al-hadi 'ashar. An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa rayhanatihi radiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح هذا الحديث رواه سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده سيدنا الحسن ابن سيدنا علي ابن أبي طالب radiyallahu anhuma wa alayhimassalam illa anna hadha al-isnad yu'jibuni kathiran fa inna al-imam an-nawawi lama dhakara al-hadith wa huwa ma rawahu sayyidina al-hasan ibn sayyidina ali dhakara awsaf sayyidina al-hasan bi kulli jamal wa bi kulli ihtiram haythu qala سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته كلمة سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته هذه الجملة من زيادة سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وليست مذكورة في الإسناد لو رجعنا سنن الترمذي وسنن النسائي ما وجدنا هذه الزيادة ففهمنا أن هذه الزيادة ليس من صنيع سيدنا الإمام الترمذي ولا من صنيع سيدنا الإمام النسائي طيب صنيع من؟ صنيع سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ففهمنا أنه لما ذكر هذا الحديث وهو ما رواه سيدنا الحسن ابن سيدنا العلي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام ذكر صفة جميلة تدل على احترامه أشد الاحترام لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر إنه سبت رسول الله وإنه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والريحانة شيء له رائحة طيبة أصله نبات الريحانة أصله نبات معروف له رائحة طيبة فشبه سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه سيدنا الحسن عليه السلام بريحانة فكأنه ذو رائحة طيبة فلماذا؟ لأنه من نسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك نحن معاشر أهل السنة والجماعة معاشر الأشاعرة والماتريدية نحن نحترم كل احترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا سيما إن كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسيدنا الحسن إنه صحابي وهو أيضا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس هذا وفقط بل نحن نحترم إلى يوم القيامة كل من انتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحب أهل البيت النبوي من عقيدة أهل السنة والجماعة نحن وجدنا شيوخنا وعلماءنا يجلون ويحترمون ويعظمون ويوقرون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم ونحن جميعا الآن نحن في مصر وجدنا أن أهل مصر متربون على حب رسول الله وعلى حب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكم من الزوار يوميا
yazuruna sayyidina al-Husain wa kam min zuwar yazuruna sayyidatana Fatima an-Nabawiyah khalf al-Azhar al-Sharif wa hunaka man zar sayyidatana an-Nafisa wa hakaza wa sayyidatana Zainab an-Nabawiyah fal kull yazur ahla bayti rasulillah wa yahtarimuna هؤلاء المنتسبين إلى رسول الله ليس إلا لأجل حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن لما أحببنا فلانا نحب كل ما يتعلق بفلان ليس كذلك؟ لما أحببتم مثلا شخصا ما ستحبون عائلته وستحبون أصحابه وهكذا فعلناه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبنا الخالص الراقي المخلص بإذن الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي حبنا كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته وصحابته وأزواجه وكل من انتسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ لأن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام فحبنا لرسول الله يؤدي إلى حبنا لكل من انتمى وكل من انتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس لديه حساسية وكأنه مصاب بالمرض حساسي. لما سمع الحسن بن علي أنا خايف على الشيعة، وكأن احتراب أصحاب رسول الله وأهل بيت رسول الله مثلا، كأن احترام أهل بيت رسول الله هذا النصيب فقط للشيعة. لا 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 لا، نحن من أهل السنة والجماعة نجل جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وكذلك سيدنا علي وكذلك جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق رؤوسنا، ومع ذلك لدينا حب زائد لأهل بيت رسول الله. فالصحابة كلهم نحبهم، وكذلك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نحبهم. ما الدليل؟ صنيع سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه لما سرد الحديث، لما ذكر الحديث، وهو يستطيع أن يذكر الحديث بكل بساطة مثلا عن الحسن بن علي، قال بكل سهولة كما هو مكتوب ومسطور في كتب الحديث. لو رجعتم إلى سنن الترمذي وسنن النسائي لوجدتم أن الراوي ذكر الحديث بكل بساطة وبكل سهولة بدون هذه الزيادة. ولكن لما فعل سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه هذا الصنيع؟ حيث إنه زاد احتراما حتى نتعلم، حتى نتعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة حب رسول الله وحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا سبحان الله، قبل أن نذكر الحديث تعلمنا شيئا من سيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه. قال من القائل؟ سيدنا الحسن عليه السلام. وذكر عليه السلام لأهل بيت رسول الله ليس دليلا على أن القائل شيعي. بعض الناس قال أنت ماذا تقول؟ الحسن عليه السلام، أنت رافضي، أنت شيعي، أنت لست من أهل السنة. ما السبب؟ لأن قلت عليه السلام. سيدتنا فاطمة عليها السلام، أنت كمان شيعي. ليه يا جماعة؟ لأنك قلت عليها السلام لسيدتنا فاطمة ولم تكن رضي الله عنها، أنت شيعي. عن علي كرم، انتظر، أنت شيعي. ليه؟ عشان أنك قلت كرم الله وجهه وعليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه، زدت أشياء كثيرة لسيدنا علي ولم تزد هذه الزيادة لسيدنا أبي بكر. هذا يدل على أنك كذا وأنك كذا. بالراحة بالراحة، نحن لما فتحنا الكتب وجدنا أن ذكر عليه السلام لأهل بيت رسول الله هذا من صنيع علمائنا القدامى. لما فتحنا صحيح البخاري وجدنا أنه رضي الله تعالى عنه لما ذكر الحديث وفيه سيدتنا فاطمة
ذكر عليها السلام. من الذاكر؟ سيدنا أبو سيدنا الإمام البخاري. وهل هذا يدل على أنه رضي الله عنه شيعي؟ ولا هو من أهل السنة؟ هو من أهل السنة. طيب، فلما ذكر عليه السلام؟ ليدل على أنه يحترم احتراما شديدا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما ذكر الحسن عليه السلام، لما ذكر سيدنا علي عليه السلام، بل لو فتحنا مسند الإمام أحمد ابن حنبل، وهو من هو من أئمة المسلمين ومن كبار أهل السنة والجماعة، لما فتحنا المسند للإمام أحمد ابن حنبل وجدنا أنه لما ذكر اسم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ذكر كرم الله وجهه. فهذه الزيادات الطيبة ليست موجودة في عهدنا، وإنما هي مكتوبة منذ العصور الماضية، منذ أيام السلف الصالح من السلف والخلف، ليدل على أن أهل السنة والجماعة كانوا يحترمون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك نحن لم نشتم ولم نسب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا هو الفرق الفيصل بيننا وبين الشيعة. الشيعة يحبون أهل البيت، نحن كذلك. الشيعة لا يحترمون الصحابة الذين ليسوا من أهل البيت، ونحن لسنا كذلك. بل الصحابة نحبهم لأنهم نتيجة تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يربيهم هو الحبيب عليه الصلاة والسلام. فلو قلنا إن الصحابة ليسوا على تربية طيبة، هذا يدل على أن أسأنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن الرسول فشل في التربية، حاشاه، وكأن الرسول كذا وكذا، حاشاه. بل الرسول أحسن المربي وأحسن من رب الإنسان، بل إنه رب الناس بالتربية وأحيانا بالنظرة دون الكلام. فالرسول أحسن معلم وأحسن مربي. فمن الذي ربه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة، جيل محترم اختارهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال سيدنا الحسن: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يعني أترك، دع يعني إيه؟ أترك يعني أترك أيها الإنسان المسلم، دع ما يريبك. دع ما، أي كل شيء. نحن تعلمنا في الأصول، في أصول الفقه، أن ما من صيغ العموم بمعنى كل، أي كل شيء. دع أي أترك كل شيء يريبك، هذا الشيء يريبك أي يشككك. الريبة هي الشك، الريبة هي الشك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بمعنى أن شيئا ما، أي شيء إن كان هو في محل ريبة، في محل شك، اتركه. طيب، بعد أن تركت الشك ماذا أفعل؟ انتقل إلى اليقين، انتقل إلى ما لا شك فيه ولا ريبة فيه، وما هو؟ اليقين. إذن هذا الحديث علمنا أن نترك ما لا نعرفه باليقين، الشيء الذي لا نتيقن به نتركه. طيب، إلى ماذا؟ إلى أين بعد ذلك؟ إلى اليقين. وهذا الحديث سبحان الله له أثر كبير في تربية نفوس الإنسان. نحن وإن كنا تعلمنا الفقه الإسلامي، إلا أن حتى الآن لا نستوعب جميع فروع الفقه، ليس كذلك؟ نحن لا نستوعب، لا نعلم جميع فروع فقهية،
تعلمنا الفقه ولكن احيانا لا نتذكر ان هذا الفرع ما حكمه. طيب لما لم نتذكر الحكم اما ان نراجع الكتب ان تيسر لنا ذلك او لم يتيسر فما الحل؟ اترك هذا الامر وانتقل الى اليقين. اترك هذا الامر وانتقل الى ما تيقنت انت به. مثاله في الفقه الاسلامي، سبحان الله، هذا الحديث له اثر كبير جدا في الفقه الاسلامي، حتى قلنا اليقين لا يزال بالشك. نحن لما ترددنا بين شيء وبين اليقين لا 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 لا, لا ننتقل الى الشك وانما ننتقل الى اليقين. رجل صلى صلاه المغرب مثلا، لما كان في الركعة الثانية أصابه الشك، يا أنا الآن في الركعة الثانية أم في الركعة الأولى؟ طيب ما الحل؟ نبني على اليقين، نبني على اليقين ونترك الشك. طيب بين الركعة الأولى والثانية أيهما يشك فيه؟ نحن نشك الآن هل أنا الآن في الركعة الثانية أم لا، ولا نشك في ركعة الأولى. يعني القدر المشكوك فيه هو الركعة الثانية، هل أنا بالذات الآن في الركعة الثانية أم لا؟ طيب أترك الشك وابني على اليقين. ما هو؟ طيب أنا أعتبر أني الآن في الركعة الأولى، ثم بعد قبل التسليم نسجد سجدتي السهو استحبابا. رجل توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب، وبعد أن صلى وذكر الله عز وجل أذن بصلاة العشاء، أراد أن يصلي صلاة العشاء، فحينئذ بدأ يخطر في بالي أنه قد دخل الحمام. يعني هو بعد أن صلى صلاة المغرب تذكر باليقين أنه دخل الحمام، لكنه لم يتيقن هل هو حينئذ مجرد أن يمضمض، يعني دخل الحمام لكي ينظف أسنانه حيث إنه أكل بعد صلاة المغرب، أراد أن يستعد لصلاة العشاء، أراد أن يستاك، أراد أن ينظف أسنانه حتى لا يكون في فمه أثر الطعام وهو يصلي، لأنه لو صلى وفي فمه أثر الطعام وبلع بركة يا جامع بطلت صلاته، فأراد أن ينظف أسنانه قبل الصلاة. والسواك لكل صلاة مستحب. وتذكر باليقين 100% أنه قد دخل الحمام، لكنه لم يتيقن هل أنا دخلت الحمام لأجل تنظيف الأسنان فقط أم أني أيضا مع استياكي قضيت الحاجة؟ لم يتيقن هل أنا تبولت ثم نظفت الأسنان أو أنا دخلت الحمام لأجل تنظيف الأسنان فقط لا غير، والله لم أتذكر مثلا. طيب ما الحل؟ والآن في حالة مشكوك، في حالة مشكوك فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ دع ما يريبك. يعني هو يشك لعلي قد أحدثت، لعلي قد قضيت الحاجة، فقضاء الحاجة يبطل الوضوء، والله أنا غير متيقن. طيب الرسول علمنا حينئذ أن نجد الحل. ما هو الحل؟ الحل هو أن نترك ما نشك فيه. طيب أنا الآن نشاك هل أنا متوضي أم لا، هل أنا قد خرج مني أو هل أنا قد تبولت أو قضيت الحاجة أم لا؟ طيب هذا هو المشكوك. فما هو المتيقن به؟ الذي تيقنت أني قد توضأت لصلاة المغرب، هذا بلا خلاف بلا نزاع 100% أني قد توضأت لصلاة المغرب وقد صليت المغرب. إذن القدر المتيقن به هو أني ما زلت متوضئا. ثم عرض شك، جاء شك، طرأ شك، هل أنا ما زلت متوضئ أم قد نقض وضوئي بسبب قضاء الحاجة؟ نترك الشك
wa nabni 'ala al-yaqin. Bimana madam hadha syakhs lam yatadhakkar bil yaqin annahu qad qada hajatahu masalan fil hammam, na'tabir annahu mazal mutawaddi'a. Falahu an yusalliya salat al-isya' bila wudu. Li'annahu ja'alna hukm hadha ar-rajul mutawaddi'an. Mazal mutawaddi'an. Li'anna al-yaqin la yuzal bisyak. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ay utruk kulla syakkin wazhab ila al-yaqin. Tayyib. هذا الرجل بعد أن صلى صلاة العشاء وجد أنه أراد أن يدخل الحمام ولا أحد في بيته, هو سكن وحده, مثلا سكن في غرفته وحده, دخل الحمام لقضاء الحاجة, ولما أراد أن يجلس في المقعد وجد أثر النجاسة, وحينئذ تذكر يا ساتر صح تذكرت الآن أني قبل عشاء دخلت الحمام لأني أصبت بشيء ما وعملت ما عملت. يا ساتر صليت بلا هدوء, أنا ظننت أني ما زلت متوضئا وعملت القاعدة اليقين لا يزال بشك وصليت العشاء, والآن تذكرت باليقين أني قبل صلاة العشاء قد نقض وضوئي بسبب قضاء الحاجة. طيب ما الحال حينئذ؟ اليقين لا يزال بالشك. لقد تيقنت 100% أنك صليت العشاء بلا وضوء, توضأ الآن بكل سهولة وصلي العشاء مرة ثانية. هذا هو الأثر الأثر لهذا الحديث. لو وجدنا, لو فتحنا كتب الفقه لوجدنا أن كثيرا من الفروع الفقهية مبني على هذا الحديث, مندرج تحت الحديث. والحمد لله رب العالمين. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث أيضا له فائدة, أن الجد لابد أن يعلم الحفيد. الجد لابد أن يعلم الحفيد. الطفل الصغير لابد أن نهتم به. ولا نقول لا ما زال طفل لا يفهم أي شيء, أنا فقط أهتم بكبار الطلبة لأنهم هم العلماء إن شاء الله في المستقبل. طيب الطفل الصغير لا, سيبه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس هكذا شأنه عليه الصلاة والسلام, بل يهتم عليه الصلاة والسلام بكل من أمامه من الصغير والكبير وكل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته عامة ليس خاصة بطائفة دون طائفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال بكل سهولة لحفيده عليه السلام وهو سيدنا الحسن, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واللفظ جميل, واللفظ انطبع في ذهن الطفل, فلما صار كبيرا وعالما حدث الناس عما سمعه من جده عليه الصلاة والسلام. فنحن لابد أن نهتم بالعائلة. لما رزقتم إن شاء الله بالأولاد ورزقتم بالأحفاد, فلابد أن تهتموا بأولادكم وأحفادكم وعائلتكم, لأن بعض الناس إنما جل اهتمامه لتلاميذه وناسيا عائلته. للأسف الشديد تلميذه هو المدرسة, أما زوجته وأولاده وأحفاده لا 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 لا, لا. هم عائلتي ولا أهتم به من حيث العلم. ليس هكذا شأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, بل الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم بحفيده كما يهتم بالناس الآخرين. ووجدنا كثيرا في الإسنان, وجدنا أن العلماء أحيانا رووا حديثا عن أبائهم عن أجدادهم. وجدنا كثيرا في الإسنان فلان روى الحديث عن أبيه عن جده. ما معناه؟ أن الجد يهتم بابنه
فلما صار هذا الابن كبيرا وهو صار ابا يهتم بابنه وهو حفيد الجد فالعلم يتسلسل والعلم يستمر في السلك الواحد من الجد صار موروثا لابنه ثم صار بعد ذلك موروثا لحفيده وهكذا فمن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها طيب هذا هو الحديث الحادي عشر وهذا الحديث حقيقة حديث طويل إلا أنه رواه سيدنا الإمام النسائي مثلا والترمذي بالاختصار وقد أتيت الحديث بكامله في المحفوظات الحديثية من الأربعين النووية وهو الذي رواه الإمام أحمد مثلا حيث قال عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي كرم الله وجهه وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني التابعي وهو أبو الحوراء السعدي سأل سيدنا الحسن عليه السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الرسول لما انتقل إلى الرفيق الأعلى كان سيدنا الحسن حينئذ ما زال طفلا صغيرا طيب إذن هو لم يسمع جميع الأحاديث ولا معظم الأحاديث لأن الطفل لا يستطيع أن يستمع كلام الكبير لما توفي الرسول وهو طفل صغير ثم بعد ذلك صار كبيرا وصار عالما من علماء المسلمين طيب تلميذه أبو الحوراء السعدي سأله يا سيدنا الحسن ما هو الحديث الذي أنت تذكرته أنك سمعته من فم جدك صلى الله عليه وآله وسلم فذكر سيدنا الحسن أني أذكر ثلاث أحاديث هناك أحاديث أخرى لكن في هذه الرواية سيدنا الحسن ذكر ثلاث أحاديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظه سبحان الله الطفل الصغير ربما قلنا شيئا له ظننا أنه لم يفهم لكنه سبحان الله قد يرزق بالفهم وصار علما متينا في ذهنه ومستقرا في فهمه فقال سيدنا الحسن أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي هذا هو الحديثة الأولى أو الوقيعة الأولى التي تذكرها سيدنا الحسن وقال مرة أنا وجدت تمر الصدقة من الزكوات لأن الناس حينئذ لما زرعوا النخلة لما رزقوا بالتمر فهناك قسط من جزء من تمره لابد أن يعطى لرسول الله كزكاة طيب جمع هذه الزكوات من التمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسيدنا الحسن أخذ تمرة وأكلها لما أكلها رآه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال سيدنا الحسن فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها أخرجه الرسول التمر من فم سيدنا الحسن أخرجه من فمه وأخرج أيضا لعاب يعني الريق المختلط بالتمر حتى لا يدخل في جوف سيدنا الحسن ابن سيدنا علي عليهما السلام شيئا من الزكوات لأن الزكاة حرام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر أخذ التمرة مزرة ثانية ووجدها في مجموعة من التمر وهي عبارة عن الصدقات والزكوات فقال له رجل واحد صحابي رأى المنظر ورأى ما فعله الرسول من إخراج التمرة من فم سيدنا الحسن فقال له صلى الله عليه وآله وسلم ما عليك لو أكل هذه التمرة يا رسول الله شيء بسيط
طفل صغير أخذ شيئا، هي هو يأخذ واحدة فقط من التمر ولم يأخذ 3 كيلو ولا 4 كيلو. سأل يا رسول الله دعها يا طفل صغير لا بأس. ظن الرجل أن الزكاة ليست محرمة على رسول الله وعلى أهل بيته، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له إنا أي نحن أنا وأهل بيتي لا نأكل الصدقة أي الزكاة، إنا لا نأكل الصدقة نحن لا نأكل الزكوات، فلما رأيت طفلي حفيدي أكل حراما لا يجوز لي أن أتركه يأكل حراما، فلابد أن أخذ الحرام وأخرجته من فمي حتى لا يكون جسده نابتا بحرام. لأن تعلمنا من قبل من أسباب رفض الدعوات وعدم قبول ما دعوناه لله عز وجل أن الداعي جسده مليئ بالحرام. إنا لا نأكل الصدقة، هذا هو الحديث الأول الذي تذكره سيدنا الحسن حينئذ. قال أي قال سيدنا الحسن وكان يقول سيدنا الحسن قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مأنينة وإن الكذب ريبة. هذا هو الحديث الثاني وهو الحديث الذي كنا تعلمناه الآن، ففهمنا أن هذا الكلام النبوي جزء من قصة طويلة سأل سيدنا أبو الحوراء السعدي سيدنا الحسن عما يتذكر من أفواه أو من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان يعلمنا هذا الدعاء، هذا هو الحديث الثالث الذي ذكره سيدنا الحسن. قال كان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت. وربما قال أي ربما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال تباركت ربنا وتعاليت، رواه الإمام أحمد في مسنده. فالحديث الذي سمعناه واختاره سيدنا الإمام النووي حقيقة هو عبارة عن 3 أحاديث ذكرها سيدنا الحسن لما سئل عما ذكر في حال طفولته قبل وفاة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لننظر ماذا الذي قاله سيدنا الإمام النووي في الباب الأخير. هكذا كنا قرأنا حديثا وننظر مباشرة ما هو شرح بسيط لسيدنا الإمام النووي. طيب في باب الإشارات إلى ضبط ألفاظ المشكلات، طيب الحديث هو في صفحة 93 93 الحديث 11. هل كنا قرأنا الحديث 10 أم لا؟ سهلة، نقول الحديث 10 قوله غذي بالحرام، يعني الحديث السابق، ففيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فسيدنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه قال قوله أي قوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا لا لا، هذا ليس من كلام سيدنا النبي إنما هو من كلام الراوي. ثم ذكر الرجل أي ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل، إذن قوله أي قول الراوي وليس قول النبي، لأن صاحب القول غذي بالحرام هذا من كلام الراوي لا من كلام من ليس من ألفاظ سيدنا النبي. قوله أي قول الراوي غذي بالحرام هو بضم الغين. كيف نقرأه؟ غذي، لا نقول غذي بضم الغين غو وكسر الذال ذي غذي المعجمة المخففة. المعجمة أي لها نقطة،
Lianna hunaka ad-dal wadh-dhal. Fama al-farqu bayna ad-dal wadh-dhal? An-nuqtah. Fadh-dhal ay sahibatun nuqtah nusammiha al-mu'jamah. Rubama lianna al-makhtutat hina idzin kutiba bil yad. Rubama wahid kataba al-hadith fabadala min ay yaktub ghudhiya kataba ghudhiya bid-dal. Fa yuaddi ila khalal fil ma'na. فسين الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبه هذا الأمر فقال هو بضم الغين وكسر الذال. إذن انطقها بالذال لا بالدال ثم المخففة أي بدون التشديد. لا تقرأ هذا الحديث بغذية بل اقرأه بغذية بلا تشديد. هذا هو الحديث العاشر السابق. طيب قوله الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك بفتح الياء يا يريبك تقرأه بيريبك. قوله دع ما يريبك بفتح الياء وضمها يجوز لنا أيضا أن نقرأ أو ننطق هذا الحديث ب دع ما يريبك. إذن هناك وجهان، هناك روايتان، إما أن نقرأ دع ما يريبك وهو المشهور، وإما أن نقرأ بوجه آخر وهو دع ما يريبك بضم الياء. إذن الياء إما بفتحها وإما بضمها. لغتان كلاهما صحيحتان من حيث اللغة العربية. يجوز لنا أن نقول يريبك ويجوز لنا أيضا أن نقول يريبك. الفتح أفصح وأشهر، ولكن وإن كانتا صحيحتين من حيث اللغة إلا أن الأشهر والأفصح منهما هو بفتح الياء لا بضمها، فنقول دع ما يريبك. ومعناه طيب ما معنى دع ما يريبك؟ ومعناه اترك ما شككت فيه. طالما أنت في حالة شاكة اتركها، انتقل إلى حالة أنت متيقن فيها بما تريد. إذن خلاصة هذا الحديث هي القاعدة الفقهية المشهورة، اليقين لا يزال بالشك أو لا يزول بالشك. فالقاعدة مستنبطة من هذا الحديث. اترك ما شككت فيه واعدل أي وانتقل إلى ما لا تشك فيه. اترك ما شككت فيه، إن كنت في حالة شاكة فلا تكون في هذه الحياة، إنما انتقل مباشرة إلى حالة أنت فيها غير شاك. واعدل إلى ما لا تشك فيه. طيب سيدنا الإمام يسري الشيخ يسري بن رشد الحسني لما شرح الحديث شرح الحديث وذكر فيما معناه أن لا يجوز لنا أن نضع أنفسنا في موضع الريبة، لا تجعل نفسك في حالة أنت مضطرب فيها. هل يجوز لي أم لا؟ لا 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 لا، ما دمت في حالة مشكوكة انتقل مباشرة إلى حالة ليس فيها أي شك ولا أي ريبة. فالمطلوب منا عدم فالمطلوب منا كما قال شيخنا الشيخ يسري، المطلوب منا نحن هو ترك الشبهات. كل شيء نحن لا ندري غير متيقن به فلابد أن ننتقل إلى ما لا شك فيه. كما قلت لك لأن الأحكام الفقهية كثيرة مستوعبة، لا كثيرة لا عدد فيها، وصعب صعبا شديدا أن يكون الطالب يستوعب جميع مسائل فقهية، وإن كان يحفظ المتون ويأتي الدروس ويسمع شروحات كثيرة، أحيانا نسي حكما قد قرأه مرات من قبل.
طيب لو أصيب بالنسيان حينئذ فما الحل؟ الحل هو أن ينتقل إلى ما لا شك فيه. ثم ذكر شيخنا الشيخ يسري أيضا لما شرح الحديث أن الورع أعلى من الفقيه, أن الورع أعلى من الفقيه. الفقيه والذي يعرف الحكم من الحلال والحرام, طيب الورع وهو الذي لا يفعل المباح خوفا من أن يقع في الحرام, ويعرف أنا فاهم, أنا أعلم تماما أن هذا الفعل مباح, ولكني تركته لا لأجل أني خائف أنه فعل حرام, لا, أنا تركته خوفا من أن أقع في الحرام, وليس بحرام من حيث الفقه, ولكن الورع, الشخص الورع الذي لديه ورع سيترك المباح لأجل ترك الحرام. والإمام النووي سبحان الله من الشخص الذي يهتم جدا بالورع, وكذلك بقية العلماء. سن الإمام نسيت أنا من تقريبا سن الإمام أبو حنيفة النعمان لو لم أخطئ, شاة ضاعت في الكوفة لو لم أخطئ, أن هذا الأمر حدث بالكوفة في عهد سيدنا الإمام أبي حنيفة النعمان, شاة مسروقة ضاعت بسبب السرقة, فالإمام أبو حنيفة لو لم أخطئ, فإن كنت مخطئا فاعذروني, سأل سيدنا الإمام أبي حنيفة على ما أظن, سأل كم عمره المعز, يعني هو غالبا كم عمره, هو متى يعني الشاه واحد يستطيع أن يعيش في كم من المدة, 20 سنة مثلا ولا كم. لما أخبره من أخبره أن الشاه غالبا تعيش في مدة معينة, نقول مثلا 20 سنة, أنا لا أدري, أو نقول مثلا 5 سنين 4 سنين مثلا, أنا لست خبيرا في علم الحيوانات, ثم أني نسيت هذه القصة بالضبط, مثلا نقول 4 سنين أو 5 سنين, في هذه المدة منع الإمام أبو حنيفة نفسه من أكل الشاه. لماذا؟ لأن أكل الشاه حرام؟ لا, ولكنه خائف لو اشترى لحما وهذا اللحم هو من الشاة المسروقة. سبحان الله, الورع, وليس بواجب, والورع ليس بواجب, ولكن كلما ارتقى شخص زاد ورعه, كلما ارتقى إنسان زاد ورعه. أما الفقه سهل يا أخي, أنا ما دمت لا أعرف أن هذه الشاة هي المسروقة فلا بأس أن أشتري, الظاهر أن البائع باع شاة حلال وليس يبيع شاة حراما, ولكن هذا من حيث الفقه. من حيث الورع, لما بدأنا نشك في هذا الأمر, لا لا لا, الترك أحسن, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومع ذلك شيخنا الشيخ يسري حفظه الله عز وجل ذكر لنا أن الورع ليس بواجب, ليس بواجب, لا أحد, لا هو أراد أن يكون ورعا منع نفسه من أكل الشاه مثلا في مثالنا, فهل لا بد أن يجبر الناس الآخرين على أن يفعل كما فعل؟ لا, أترك الناس كما يريدون, كما أرادوا, يريدون اللحم وسيبوهم اتركوهم, أما هو إن أراد أن يأخذ الورع في تصرفاته فهو حر في ذلك. فالرسول لما قال دع ما يريبك إلى ما لا يريب, أي اترك ما تشك فيه, فهم شيخنا الشيخ يسري ابن رشد الحسني أن ترك الحلال من أجل تقوى الله أو من أجل مخافتي أن يقع في الحرام أو نسميه الورع, إن الورع أعلى درجة من الفقه, فالورع أعلى من الفقيه.
ma'annal mukallaf bihi huwa al-fiqh. Madama syai'u halalan 'inda syari'ah fala ba'sa bihi an na'kulahu. Fala ba'sa. Wa ma'a dhalik in yakhthu fi balina syai'an mashkukan fihi illa anna hadzal mashkuk min haitsul fiqh la ba'sa bihi fal wara' a'la. Fal wara' a'la. طيب انا اكتفي بهذا القدر باذن الله عز وجل من الشرح ثم نحاول ان نحفظ الحديث على حسب ما رواه او على ما رواه سيدنا الامام الامام احمد بن حنبل في مسنده. تفضل يا جماعة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام. دي زيادة مني, هذه هي الزيادة مني غير مكتوبة في الحديث, إنما زدنا كما تعلمنا من شيخنا شيخ يسلم الرشدي. عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام. عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام. عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام. عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام. ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام. ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام. ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام. ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة. 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 عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام. ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة قلت أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة. عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي
رضي الله عنهما وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة
فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقال له رجل ما تذكر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة قال إنا لا نأكل الصدقة 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 عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة قال إنا لا نأكل الصدقة قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة قال إنا لا نأكل الصدقة قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مأمينة وإن الكذب ريبة 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 عن أبي الحوراء السعدي قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة قال إنا لا نأكل الصدقة قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدقة مأمينة وإن الكذب ريبة قال وكان يعلمنا هذا الدعاء 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 اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنه لا يذل من واليت قال وكان يعلمنا هذا الدعاء
اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنه لا يذل من واليت. قال وكانوا يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنه لا يذل من واليت. وربما قال تباركت ربنا وتعاليت 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 وربما قال تباركت ربنا وتعاليت. قال وكان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنه لا يذل من واليت. وربما قال تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد. عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما وعليهما السلام ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال إنا لا نأكل الصدقة. قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال وكان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنه لا يذل من واليت. وتعاليت. رواه أحمد. والحمد لله رب العالمين.